القلب يا اخوان يقول ابن القيم عنه ان بالقلب فراغ ما يملاه الا ذكر الله واسعد القلوب خذها قاعده بعقل تطبق لا تسمعوا بس اسعد قلب من بالقران واتعس قلب عاشق الحب وخاصه حب المردان والمرعان بالعربي الفصيح أباك تسمع الكلام ترسل للشباب يقول ابن القيم من تعلق بالمردان سقط من عين الله قسم بجلال الله أعرف شاب في أحد المناطق حبل شاب وبعض الشباب طبين فيه حبني وحبك حب ضمضم يا الله وين الرجولة يا أخي إذا راح الدين وين الرجولة كيف يسقط من عين الله حب وزحمه مع بعض لبسنا سوا ونطلع سوا وضمضم وشفشفه وخربيط معاه هالحب ذا يا اخوان والله لنا اكثر من 8 سنوات نعالج القضايا قسم بالله العظيم ان نهايته اذا متى ان نهايته معروفه قسم بالله نهايته تنزل الراس يا خطف يا قتل يا انتحار الا نعم اوصل والله العظيم هذا الشاب مثل ما قال ابو حنان سوى الخاتم وشوف كيف حب الشوم تعلق يا غبي طيب له نهايه ليش تتعلق بشيء سراب بيروح منك ليش تعطي قلبك غيرك ليش قلبي يصير اسير قد غيرك معاه اخر شيء يا اخوان سحب عليه سيفه من الورع ذا قلب وجهك يا الله قلب وجهك وراح دور واحد ثاني يركب مع واحد مع ربع انا الولد الحق سيارات رايح جاي الشوم من سياره لسياره معاه وركب جاء الخبر لخوينا العاشق والله يا اخواني ولد طيب لكن خطوات الشيطان تعلق مره نظره شيء لما تعلق منه والحب يا اخوان قد يقتل والله يا اخواني قام يعبي يقول قدام اخويا عبي مسدس يقول اخويا ما احنا متوقعين حط المسدس بجيبه ويمشي يدوله لقى ابو فيا وقدام الناس دخل قال انت تبيني ولا تبي فلان؟ شوف وين العقول والله تبيني ولا تبي فلان؟ شوف انت كاسه الفطره وين عن حديث ابن عباس يقول ابن عباس من مات ويفعل اللواط ولم يتب يمسك في قبر خنزير يتحول بقبر خنزير جاء من حديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وثقات من حديث ابو هريره لعن الله عز وجل 7 من فوق 7 سموات وردد على اللوطي 3 مرات لعن الله من عمل قوم لوط 3 مرات ثم يجي دارها يقول تبيني ولا تبي فلان شوف المدلة شوف الذل كيف نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين من هذا المرض والله إنه مرض والله إنه مرض الشيخ أعظم من مرض السرطان من مرض القلب ذكر الله بالقرآن يا مرض قلبك وش عالج أنت لو وجعك راسك في فتوس لو وجع قلبك وننزل ما من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور لا ابي فلان بكره ما يكبر ذا ويجيه عيال قسم بالله يقولون اخويا قدام الناس قال اقول لك تبيني ولا تبي فلان الولد طالع قال لا ابي فلان خلاص ما ابغاك يا اخي قصبي قسم بجلال الله حط مسدس ورمى نفسه قسم بالله قتل نفسه كيف يلقى الله بكره؟ اسمع الله عز وجل يقول أسأل الله أن لا تطبق الآيات على شبابه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ
وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. اسمع يا الحبيب العاشق يسمع اللي ما تبي تتوب عشان فلان والمعصية فلانية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اقتديت بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا يصيح بأعلى الصوت يا ويلتا يا ويلتا لم أتخذ فلانا فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب يا ربي انا متعلق يا ربي انا عندي مخدرات يا ربي. طيب يا ربي انا يا اخي امي تدعي علي الليل والنهار يا ربي. يا ربي في ناس متعلقين فيني يا ربي. يا ربي انا طفشت يا رب انا زهقت يا رب. يا ربي انا معاصي ذنوب الليل يا رب. يا ربي رجعت لي تقبلني يا شيخ الله. ليش نسي الله؟ ليش ما مش قصر معنا الله؟ ليش ننكر وجود الله بعض الشيء بينكر؟ وجود الله يا اخوان من سود المعاصي والذنوب. قبل امس راسنا شاب قل الله مو موجود. قسم بالله سعودي قل الله مو موجود. ضحكون علينا انتم. قال دين ايش يا رجال؟ قام يتكلم. ما نفخت عليه. انقلع يلي فيك اقلب وجهك يا فاسق يا فلان. مسكين ذا مريض. قل طيب ارسل اللي عندك. خلصت؟ قال لي خلصت. يا زين القران يا اخوان فطره على الفطره. كلمتين ثلاثه رسالتين اربعه تذكير شرحت له. مسكين طلع غافل. مرسل لي يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ اي والله يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ قلت الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً.